يقولون كل مشكلة يعني تعطيها أكبر من حجمها فأنت في الحقيقة تسقيها من ماء صحتك. والمشكلات لا تحلها الأحزان بل يحلها أن يواجهها العاقل باتزان. فمن مثل ما يمر بالحياة بالعموم وبالعالم اليوم هذا الوباء العالمي الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عاجلا غير آجل، فجاءت فرصة المنحة وجاءت الفرص وجاء الاستثمار، فكيف نستثمر الحجر المنزلي؟ بداية شكرا لك وشكرا للقناة على هذه الاستضافة. تسلم يا حبيبي. ونحمد الله سبحانه وتعالى يعني على أننا في هذا الركن من العالم، في هذه الدولة، يعني بما تقدمه بسخاء المواطن. نحن بحمد الله كفينا كثير من الأمور من حولنا، الدولة مستنفرة بقطاعاتها كاملة من أجل خدمتنا. صحيح. وأيضا الخدمات متوفرة لنا تأتينا حتى في بيوتنا، وجزا الله خيرا يعني ولي الأمر على كل ما يقدمه من تنظيمات لمصلحتنا وسلامتنا. هنا يأتي دورنا نحن، ماذا نستطيع أن نقدم لأنفسنا؟ كيف نستطيع أن نستثمر هذه الفترة الاستثنائية في إعادة ترتيب أسرتنا وإعادة ترتيب منزلنا والخروج بثمرات من هذا الحجر المنزلي؟ جميل. نحن أمام فرصة، هذه الفرصة قد تظهر في العين بأنها عبارة عن محنة، لكن داخل المحنة تأتي مجموعة من المنح، وبالتالي السديد هو من يفكر بالمقلوب وبالمعكوس. تخيل أنه بحمد الله انتهت الآن أزمة كورونا، وتخيل أنه بحمد الله خرجنا الآن من حجر منزلي بإذن الله. وبإذن الله هذا سيحصل عاجلا بإذن الله سبحانه وتعالى، متى ما رأى المنظمين والمعنيين في المسؤولين نهاية هذا الأمر. في تلك اللحظة سنسأل أنفسنا سؤال، أين قضانا فترة الحجر المنزلي؟ كيف استثمرناه؟ هنا الآن سيكون عندنا السؤال هذا، سيكون عندنا الآن نتكلم عن أمرين. في عندنا ميزان، هذا الميزان فيه جهتين، التخطيط وعكس التخطيط، تأتي كلمة المخاطرة. كلما زاد التخطيط عند الإنسان كلما قلت المخاطرة. ومن ضمن التخطيط الجيد هو أن نعرف كيف أستثمر كل جزئية من جزئيات وقتي أثناء الحجر المنزلي حتى أحصل فيه على أكبر كمية من الفوائد. وكل وقت تقضيه في التخطيط الجيد هو فرصة لأن تقلل النتائج السيئة إن صحت العبارة. نعم بلا شك. أنا حاولت أبحث أنه يعني موضوع الحجر المنزلي إحنا بالنسبة لنا جديد. صحيح. كفكرة العالم كله، في العالم كله. فبدأت أفكر هل حصل سابقا حجر منزلي على مستوى العالم. بدأت أدرس كذا، أروح أبحث في التاريخ، وأنا أحب جميل. هذا الأمر. وجدت أنه عام 1615 حصل حجر منزلي. كان في طاعون يسمى طاعون لندن العظيم، وأيضا حصل حمى الأسبانية. حدثين كبيرة أدت الحجر المنزلي، بينها الفرق بينها سنوات. في الحجر المنزلي تخيل أنه فترة الحجر المنزلي إسحاق نيوتن كان طالب في الجامعة، كان يدرس في الجامعة وكان في العشرينات، ومع الحجر المنزلي أقفلت الجامعة فعاد إلى فين؟ إلى بيته. وفي الحجر المنزلي تخيل أنه هو درس الحساب التفاضل والتكامل وطور نظرياته، درس نظريات في البصريات وطورها، بل عجيب أنه نظرية الجاذبية اكتشفها في هذا التوقيت. إذن فترة الحجر المنزلي كلها كان فيها هذه الاكتشافات. نعم فيها اكتشافات مهولة، وبالتالي